ازاي الشيخ محمد سلامة كان بيشاكس الشيخ مصطفى اسماعيل رحمة الله عليهم الاثنين، وكان كده ما بينهم يعني مشاكسة المشايخ الجمال يعني، فكانت وصلت لفين؟ لا هم في 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 النهاية بتوصل الى انت عارف ده تحدي وانت مش قدي ويقعد ها بدأ، فكان عندهم لطافة وكان عندهم ظرف، الظرف اللي هو الناس بيقولوا عليها ظرف لكن هي في اللغة العربية ظرف ظرف ظرف، فعنده ظرف كده ولطيف خفيف في أمانة الله. فكان مثلا لما يبقى فيه ليلة أو مناسبة أو حفلة ولقوا بعضهم قدام بعض قوم إيه يطول شوية اللي هو مسك الحكاية من الأول، سواء كان الشيخ مصطفى يطول عليه أو هو يطول على الشيخ مصطفى. بس الشيخ مصطفى قبل في الإذاعة وبدأ في العطاء فانتشر. الإذاعة بيبقى ليها قصب السبق في الحكاية دي، لكن الشيخ محمد سلامة زعلان قوي من حكاية الإذاعة دي، فراح عمل، ودي فكرة محمد الصيفي مظبوط، حاجة اسمها رابطة القراء. ورابطة القراء دي تشبه فيما بعد اللي عمله الشيخ الحصري محمود علي البنا ومعاه كان الشيخ الحصري والشيخ الرزيقي وراحوا للسادات وكده واشتكوا أستاذنا صوفي أبو طالب علشان كان رئيس مجلس الشعب وأخر النقابة، فعمل رابطة قبل الثورة. فالرابطة دي رابطة القراء، هي فكرة محمد الصيفي زائد محمد سلام، هم دول اللي احتملوا عبء إقامة رابطة القراء. طب هل فعلا كان، مش عايز أقول يعني كفر، ولكن يعني رفض أو أنكر فكرة أن يقرأ القرآن في الميكروفون؟ لا 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 مش لا، ده هو ده عليه تسجيلات موجودة في البداية خالص، يعني كان متشدد في البداية تجاه الإذاعة. لا هو بس متشدد تجاه الإذاعة لأسباب، والأسباب كانت واضحة عندهم جميعا، بس بعضهم كان ياخدها باللطافة وبعضهم كان ياخدها بالشدة، فهو كان بياخدها بالشدة. إيه هي الراديو ده هيكون فين؟ مظبوط. وأنا أقرأ، هل سيكون هناك آداب للاستماع؟ هل سيكون هناك تعامل حسن مع قارئ القرآن؟ هل ستلتزم بشروطنا؟ وهكذا. ولذلك بعد الثورة عمل برضو حاجة كده زي اتحاد ولا كده عشان يخدم الثورة، علشان الناس كلها فرحانة نخدم الثورة ازاي. فدخل الإذاعة، فلما دخل الإذاعة هو له مرتب في الشهر، فراح ياخد المرتب فلقى طابور، قال ازاي يعني ده انا شيخ برضو العزة بتاعت المشايخ، ده انا هقف في الطابور؟ دي معاملة مش محترمة لينا. ولذلك بقى ما يعني تتصور ان الإذاعة بجلالة قدرها ملهاش اللي عندهاش الا 50 دقيقة و50 دقيقة للشيخ فقط. لكن في بعض الناس مسجلين له حاجات حوالي 30-40 حتة كده، مسجلين له سورة الأنبياء، مسجلين له سورة وهكذا. تسمع بقى تقول إيه دي؟ ده فلتة محمد سلامة، ده فلتة، وده يصلح فعلا أن ننسب إليه المدرسة. شوف إزاي لما يدخل في البيات وبعدين بقى يشتغل، يروح لك في الرصد وبعدين بيقول لك لما يوصل الى الدرجه الثالثه ينتقل لايه. بيقولوا ان هو كان ليه، اسف يعني للمقاطعه، بس بيقولوا ان هو كان ليه طقوس كده حتى جسديه لما كان بيجي يقرا القران، يعني كان يقعد على ركبته، مش كده؟ على ركبته، على ركبته. كان بيصلي، كان مصلي، وبعدين لما يعلو بالجواب او يدخل في بدايه الجواب يجي قايم يقف على ركبته، يعني كانه فيزيكالي يعني جسديا بيتفاعل جسديا مع الصوت ومع مفهوم المقام.
في طرفة يعني إن هو مرة كان بيقرأ في مأتم والناس عاملة دوشة فبطل قراية ونزل اداهم كلمتين في استماع في آداب الاستماع للقرآن الكريم. ده كان موجود من زمان يعني هو بيقلد فيه ناس سبقوه بكتير. كان عندنا واحد كان اسمه الشيخ إسماعيل سكر. الشيخ إسماعيل سكر ده في أوائل القرن العشرين. فالشيخ إسماعيل سكر كان يقول إيه؟ قرآن. وبعد ما يقدم بالقرآن يقول بيتين شعر أو ثلاثة أو كده غنى. أرك عصية الدمع مش عارف كده. فواحد من السميعة الله الله بتاع مش عارف إيه، وبعدين خلص الإيه صدق الله العظيم، خلص الآيات بتاعته. راح بيقول له أيوة يا عم الشيخ ندخل بقى في الجد اللي هو الغنى. زعل قوي الشيخ، ما هو برضو حد يقرأ واخد بالك يعني هي كلمة جرت على لساني من غير قصد يعني هو ايه ندخل بقى في الجد يعني من ناحية المقامات ومن ناحية البتاع، لكن كلمة قبيحة لأن السياق بتاعها وحش قوي لأنها جت في القرآن. فقال له هو اللي احنا كنا بنقوله ده هزل وده جد؟ والله ما انا وقام زعل ومشي. فهو تصرف الشيخ محمد سلامة هو تصرف عرفي، يعني العرف كده، العرف انه لما يحصل كده يعمل كده. بل كان في بعضهم يعمل كده لما الناس تدخن او لما الناس تتكلم مع بعضها مش تقوم وكذا. فطبعا دي الحاجات دي لانه ولذلك حتى الان والقارئ بيقرا كلنا قاعدين في العزاء ما ينفعش يقوم، ولما طول القارئ وبنبعت له حد نقول له ايه يعني اختصر شو علشان فيه بس تدخل وتخرج يعني خروج ودخول وكده مظبوط فيختصر. فما زالت هذه الاحترام للقرآن الكريم وللتلاوة المباركة موجودة لغاية دلوقتي من تصرفات إسماعيل سكر والشيخ محمد سلامة والناس الأكابر يعني. اللي أقروا لنا العرف، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. نعم، أكرموا القرآن فأكرمهم بكل تأكيد يعني. نعم.